اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام، زيارة نيابة عن صاحب العصر والزمان، وريابة عن والدي ووالدي والدي وإخوتي وأخواتي وأهلي وجيراني وجميع من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. الحمد لله العلي العظيم، السلام عليك أيها العبد الصالح الزكي، أودعك شهادة مني لك تقربني إليك في يوم شفاعتك. أشهد أنك قتلت ولم تموت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك، وبضياء نورك اهتدى الطالبون إليك. وأشهد أنك نور الله الذي لم يطفأ ولا يطفأ أبدا، وأنك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبدا. وأشهد أن هذه التربة تربتك، وهذا الحرم حرمك، وهذا المصرع مصرع بدنك لا ذليل، والله معزك ولا مغلوب، والله ناصرك. هذه شهادة لي عندك إلى يوم قبض روحي بحضرتك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.